ليبانيز أكاديمي أوف بيوتي لاب تأسست من 8 سنين. اختصاصاتنا هي الاختصاصات التجميلية ميك اب، سكين كير، نيلز، تاتو وكوافير. الميك اب هو بروجرام كامل مقسم لعدة أقسام، في عنا البيوتي، عنا الفاشن، سينما وتلفزيون. البيوتي كمان بنفس الوقت مقسم لعدة أقسام، عنا المكياج اللي بيفرق بين الأوروبي واللبناني والخليجي، في عنا المكياج تبع الأوكازيون يعني العراس والسهرات كيف بدهم يكونوا، وفي عنا فاشن. بس نقول للفاشن ما يكون عنا للفوتون واري بلون كيف بنعمل، في عنا ديفيلي دو مود، وفي عنا كمان للمجلات كيف ما نكون عم نشتغل، وللدعايات كيف ما نكون عم نشتغل. بيجي عنا كمان تياتر، طريقة الشغل للتياتر كيف هي، لأنه الأشخاص ما بيعرفوا أنه في فرق بين السينما والتلفزيون والتياتر، لأنه هن ثلاث أنواع مكياج كل واحد لحاله، يعني ما فينا نشتغل مكياج التلفزيون محل التياتر ولا التياتر محل السينما. منشان هيك نحن بنعطي تياتر والسينما والتلفزيون كل وحدة لحالها. هلا في النوفوتي اللي بيجوا مثل الكونتورينج، مثل 3D ميك اب، هو كمان نحن مجبورين نكون عم نجدد على طول بروجراماتنا. وفي عنا بروجرام بالميك اب يلي هو الاف اكس، الاف سبيسيو، يلي بنكون عم نعمل فيه كل الاشياء اللي بالسينما بيستعملوها يلي هي خارجه عن المألوف، يعني مثل نغير وجه شخص نعمله وجه ثاني، او نكون عم نعمل شخص اصلع، او نكون عم نحرق نعمل انه في حرق، اما جرح اما مذبوح او رصاصه. كل هول عنا البروجرام لهم هن، بس هيدا بروجرام لوحده بياخذوه تلاميذ برات البروجرام اللي بنعطيه نحن. بروجرام الميك اب هو بيمتد لثلاث شهور، 5 أيام بالجمعة وثلاث ساعات كل يوم. السكين كير هو مقسوم قسمين، في البادي وفي الفيس. بنعلم عن كل برودكتس اللي فين يشتغلوا فيهم البيوتيشن، بنعلمهم على كل الماشينز يلي فين يشتغلوا عليهم البيوتيشن، والبروجرام تبعنا مخصص للبيوتيشن، يعني ما منفوت باشياء ما بحق الا البيوتيشن تكون عم تشتغل فيها. وبالاختصاص تبع البادي بنحكي عن المساج يلي هو ريلاكسون وامانسيسون، ومع كل البرودكت اللي بيلبقوا له. التاتو كمان مقسم قسمين، كمان للبيوتي وللارتستيك. البيوتي يلي بتضمن الحواجب، اي لاينر وشفايف، ومنعلم بكل شغله منهم، يعني مثل الحواجب منعلم عده اشياء، بالاي لاينر والشفايف كمان في عده طرق تنكون عم نشتغلهم، ويلي هن كل الطرق الجديده يلي نحن منلحقها على طول، مثل ال 3D ايبراوز، ولا نكون عم نحكي عن مايكرو بليدينج. كل هول موجودين بنفس البروجرام. وعندنا البادي يلي منعلم فيه انه كيف بينسخوا تيرسموا الرسمة، ومنعلمهم كمان كيف بحددوا الرسمة كيف بيعملوا الشادوين. النيلز هي من أكثر المهن اللي مطلوبة بلبنان وبرات لبنان، يعني منشان هيك منشجع كتير العالم يكونوا عم يتسجلوا بالنيلز، لأنه من أكثر المهن المطلوبة. النيلز نحن بنعطي فيها أكيد المانيكير بيديكير مع الجل الأكريليك الجليش وإزالة شعر، يعني مثل السير ومثل الخيط يلي هن كبيوتيشن بحق لهم يكونوا عم يشتغلوا فيه. كل يوم عندنا بريزنتاسيون الصبح، المعلمة بتعمل بريزنتاسيون قدام التلاميذ، بننقل على الكاميرا على شاشة كتير كبيرة تيكون كل شيء واضح، يعني نحن نعرف انه النيل الضفر
يعني هو 1 سنتيمتر كاري نحن ننقله على شاشة 55 إنش يعني بيصير أكبر بأكثر من 50 مرة هيدا الشيء بيساعد الطالب هو عم بيشوف كمان يكون عم بيشوف الديتاي تا يقدر ينفذ مثله نفس الشيء بيرجع بس تخلص الديمونستراسيون تبعها بيرجعوا الطلاب بيتمرنوا على بعضهم وفي اشياء تانية في مواضيع تانية مجبورين نكون عم نأمن لهم مودلز تا يكونوا عم يشتغلوا عليهم الكوافير كمان عنا بروجرام كتير قوي بالكوافير نحن الوحيدين اللي معتمدينه بلبنان يلي هو بيمتد على 9 أشهر السيستام موجود بأوروبا وهو الوحيد اللي بعده موجود بيسموه كونترا دو كاليفيكاسيون طالب بيتعلم يومين عنا بالمعهد ونحن منأمن له شغل 5 أيام بيكونوا مدفوعين بصالون دو كوافير هيك بيتعلم عنا بيعمل تيوري وبراتيك بيرجع بيعمل براتيك 4 أيام بالصالون لاب 8 سنين عملنا 70 إيفانت يلي بعتقد نحن أكثر مدرسة قادمين كنا عم نعمل إيفانتات وأكيد الإيفانت يعني هي من بروغرامات تلفزيون مثل ديول مشاهير سبلاش أغاني عمري أحلى جلسة بيشاركوا بديفيلي دو مود لماركات عالمية مثل لوريال مثل شوارزكوف يعني حتى المعارض فاشن شوز مسرحيات كل هول الاشياء يلي بتخلي الطالب يكون بارض الواقع عم يشتغل وينفذ اللي تعلمه نحن كل طلابنا اللي بفوتوا على لاب ما بنقبل انه يظهروا بكل اختصاص تخصصوا الا ما يكونوا مأكدين انه هن كملوا الاختصاص تبعهم للاخر يعني اذا كان في اي طالب عنده ضعف بأي مادة من المواد اللي منعلمها منعدله الدورة الثانية بدون أي مقابل يعني ما منقبل إنه الطالب يظهر من عنا ويكون في عنده ضعف بأي شيء أي طالب بده يجي على اللاب بده يجي لعنا على المعهد لأنه هيك بيشوف طريقة التعليم بيشوف البروغرام اللي منعطيه وبيتعرف علينا ونحن ما عندنا مشكلة انه يحضر صف قبل ما يتسجل، هيك بيحكي مع الطلاب الموجودين بيشوف اذا هن حبوا ولا ما حبوا. او بده يشوفنا كمان على الويب سايت اللي هو lab-lb.com او على الفيسبوك كمان لاب ليبانيز اكاديمي اوف بيوتي. في ارقام تليفون يلي هن 01-889-940. We'll be right back.